مريضة الربو في الحج، معك دكتورة لطيفة العتاقة المختصة في الأمراض التنفسية والصدرية بتمارة، ما هي النصائح والاحتياطات؟ أهلا وسهلا بك دكتورة لطيفة العتاق. صباح النور لنبيهان لبتليك. مرحبا دكتورة لطيفة، وأظن أنه يعني آخر فوج بإذن الله، غادي يخرج غدا أو بعد غدا بإذن الله للطيارة المقدسة. كانت منه اليوم حج مبرور بإذن الله، وتكون عودة سليمة وغانمة وبصحيحة وبعافية دكتورة لطيفة العتاق. الناس كتمشي بالربو، الناس كتمشي يعني بالضيقة دكتورة، شنو هي أهم النصائح ولا الاحتياطات اللي الواحد خاصو ياخدها بعين الاعتبار باش يدوز المناسك ديال الحج ديالو بخير وعلى خير دكتورة؟ بأمان. نعم للجهان، كيف كنعرفوا أن الربو مرض مزمن، يعني الحاج كيكون عارف راسو راه عنده واحد مرض مزمن، وإذا خصنا واحد النصائح اللي كيكونوا قبل الذهاب وأثناء الحج ومن اللي يرجع. بالنسبة للحج كنعرفوا بأن كاين مهيجات كثيرة أثناء مناسك الحج. نعم. يعني كتغير لك الجو، كتمشي لبلد غير البلد اللي كنت عايش فيه، يعني جو آخر. نعم. كما كنعرفوا كيكون جو حار. نعم. شيئا ما وجاف ويعني وكاين مهيجات كثيره، منها الغبار، دخان السيارات، الكليماتيزور، حتى هما الكليماتيزور يعني، وداك الازدحام تيؤدي لتنقل الفيروسات بين الحجاج. كاين التدخين، كاين الاجهاد الجسدي والجهد البدني اللي كتحتاجو مناسك الحج. نعم. اذا كنصحوا ان الحاج قبل ما يمشي للحج، ومع العلم انه عنده الربو، يكون زار الطبيب ديالو. يعني زار قبل باش يمكن يحط ليه الخطة العلاجية ديالو ويقاد ليه الأدوية ديالو. يعني الأدوية اللي خصو ياخذ، يعني بالنسبة لجاته الأزمة، والحبوب اللي يمكن ياخذ معاه. نعم. والدواء اللي كياخذ اللي كنقولوا حنا المثبط للالتهاب، اللي كيكون أصلا كان كياخذه ولا يعاود يوصفوا ليه، حيت دابا يعني كتستدعي الضرورة أنه يوصفوا لي. يعني هاد الأدوية خصو يديها معه، ويدي معه واحد تقرير طبي بما فيها بس، اللي يقدر يكون بالعربية ولا بالإنجليزية، اللي كيديه معه باش حالة إدمة أنه جاتو الأزمة تما كثيرة، الأطباء ديال تما يعرفوا شنو عنده. نعم. يعني كيسهل عليهم المأمورية. نعم. وأثناء الحج، دونك هذا قبل الحج، يعني كنصحوه يدير هاد مرحبا بكم في التسجيلات الخاصة بقناة إيمان شرادي. شكرا. يدير الأدوية الحقيبة ديالو، يكون دار الطبيب ديالو اللي وراه الخطة العلاجية حالة إذا جاتو الأزمة ما وشنو النصائح اللي غايدي معاه. ملي يمشي للحج يحاول ما أمكن يتجنب الأوقات الذروة، يعني الأوقات اللي كيكون فيها الازدحام شديد الحرارة، يعني من الأحسن يعني يشوف الأوقات اللي يمكن يأدي فيها المناسك وهو في واحد الحالة الصحية، يعني يقلل عليه الإجهاد ويقلل عليه داك التزحم والإجهاد، يعني ويحاول ياخذ الموسعات الهوائية معاه في جيبه ولا في الحقيبة الصغيرة اللي كيكون هاز معاه. نعم. ما يخليهمش في المحل فين ساكن ولا في الأوتيل ولا هذا، لا، يهزهم في الحقيبة ديالو. الحل داك يعني ملي كتبغي تجي الأزمة، راه كاين واحد الحاجات اللي كيسبقوها كيكون عارفهم، هو كيحس شويه ولا كيحس شويه الضيق ولا هذا، ما فيها باس انا ما نتسناش تجيني الازمه. ديك الوقيته ناخذ داك الموسع الهوائي في الحين ديالو، ونحاول نكرره كاع الى استدعاء الضروره باش يمكن لي نقوم بهذاك الجهد البدني. يعني ويمكن حتى دوك الكينات الصغيورين اللي كيكونوا اللي كناخذوهم، ديك اللي كتسموا جرعات الكورتيزون المنقذه، تكون عنده، يكون عنده قرعات الماء ديالو، يمكن حتى هما ناخذهم في ديك الوقيته. يعني باش حيت كيكون الزحام وهذا حتى لا طاح ولا هذا، يعني صعيب باش يديوه حتى للمركز الصحي باش يتلقى داك العلاج، يعني يبدا هو العلاجات الاساسيه من الاول. نعم دكتور. ويحاول ما ياخذش ادويه اللي ما وصفهاش ليه الطبيب، بحال دابا ضروا راسو قال ليه شي واحد هاك الاسبرين، كنعرفوا ان كاين واحد الادويه مهيجه للربو والحساسيه، يحاول يتفاداها هو في ديك الوقيته اللي عنده المناسك ديالو. نعم. ياخذ هي الادويه اللي وصفها ليه الطبيب ديالو، ولا حتى ضروا راسو يمشي غير يعني واخا نذكر الاسم، يعني كاين واحد الدواء اخر الباراسيتامول، يعني هذه تركيبه ما يمشيش للاسبرين وهذا. نعم. وبيحاول ما يشربش السوائل البارده، يعني كتكون بارده بزاف، فهي راه مهيج ويقدر يسبب ليه الازمه ديال الربو. نعم.
الراحه كذلك مهمه جدا، يعني الواحد ياخذ قسط ديال الراحه وبشكل متكرر، وحتى تجنب يعني داك الزحام اللي كيكون، يعني الواحد كيتفادى نوعا ما حدوث هاد النوبات ديال واو الزحام العام. نعم وانا يعني وبالتاكيد يعني البعثه الطبيه يعني كتكون يعني اذن صاغيه لهاد الناس دكتوره لطيفه العتاق. كيكونوا معاهم، كيكونوا مجهزين بادويه، يعني كيكونوا دائما يعني عن قرب من هاد المرضى او من الحجاج دكتوره لطيفه. اكيد اكيد، ويحاول حتى يستعمل دوك كنسميو لي بافي داك الواقي اللي كيديروا على يعني يستعملوها فيها باس باش يتجنب شويه الفيروسات، وهذا هو ما غتحميش 100% ولكن على الاقل غتحمي واحد ما 50% ولا هكا. دونك ما يديهم معاهم في الحقيبه ديالو ويديرهم اللي يشوف الازدحام ولا ناس كيعطسوا ولا ناس كيكحبوا يديرهم. طيب دكتوره لطيفه العتاق، غدا ان شاء الله غنواصلوا معاك تقريبا في نفس الموضوع ونصائح عامه للحجاج بصفه عامه حول التعامل مع المكيف الهوائي، كذلك التعامل كذلك مع الصحه ديالهم، لانه كما قلنا كاين تغيرات، كاين تغيير يعني لا البلاصه اللي مشيتي ليها ولا الجو ولا الناس ولا الجنسيات ولا ولا، خصوصا الناس اللي كيمشيو اول مره دكتوره لطيفه كيكون عندها هذا النوع ديال ديك الصدمه. نعم كتكون ديك الصدمه نوعا ما وداك لو شوك كيجي مره دكتوره ديال تغيير الجو ديال تغيير الناس بصح نحاولوا كتجي واحد صح نحاولوا نسهلوا عليهم عمليه الحج بنصائحك دكتوره لطيفه العتاق المختصه في الامراض الصدريه والتنفسيه والحساسيه بتماره. خليتك على خير، صباحكم مبروك لالا، صباحكم مبروك. Thank you.